اكيد مع العلم انه في معلومه ايضا اقولها، كالديرون لما جو يشيل لما عام 2009 اتكلم مع الاداره الموجوده وقال لهم فريقكم وصل الى مرحله يجب ان يكون فيها احلال، انا قادر اني ابدا بعمليه الاحلال واتحمل المسؤوليه، فقط مطلوب منكم احد اثنين، تحموني من الاعلام ومن الجمهور. راحوا الاخوان الاداره في الفتره ديك واستشاروا الشيخ ال الشيخ ال الشيخ عبد المحسن ال الشيخ الداعم، قال لهم انتوا اللي في الواجهه وانتوا تحملوا، هو قال لهم يا تعملوا الاحلال يا تشيلوني انا وتجيبوا مدرب غيري. هذا كالديرون، شوف جراه المدرب، قال انتم بحاجه الى احلال لمستقبل فريقكم يا تشيلوني. في عهد اي اداره ذكرت كالديرون؟ في عهد الدكتور لا لا في عهد مرزوقي. في عهد المرزوقي، الدكتور خالد المرزوقي. اوكي، احد امرين، يا احلال يا تشيلوني، وانا قادر اتحمل الاحلال وقادر اعمله بس تحموني من الاعلام والنتائج. راحوا سالوا الشيخ عبد المحسن ال الشيخ، قال لهم انتوا اصحاب القرار وانتوا اللي في الواجهه. مع الاسف الاداره ما تجرات واخذت القرار الضعيف وشالت كالديرون. لما جاء برضو مانويل جوزيه كان قادر انه يعمل عمليه الاحلال، هوجم وحورب حرب شعواء واضطر انه 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 يمشي. فالان اذا الاتحاد يحتاج الى احلال، الامر اللي دائما بيضر بالاتحاد هي الوصايه من الاتحادين، اعضاء شرف، اداريين سابقين، اعلاميين، جمهور. ما عاد في اعضاء شرف، انتم تطالبون تقريبا اعضاء الشرف، ما عاد في احد الحين اعضاء شرف، حتى لا موجودين اعضاء شرف وبيحاولوا انهم يعملوا وصايه على النادي لو بطرق خفيه، لو بطرق ما هي ظاهره. كل هؤلاء يحاولوا انهم يكونوا اصحاب الوصايه على الاتحاد، ولما الاداره الموجوده ما تاخذ براي هذه المجموعه تبدا تحارب، وهذه المجموعه تبدا تحارب، وبالتالي تحتار الاداره وما تقدر تشتغل. فانا اقول من وجهه نظري اتركوا الاداره القادمه تحدد اهدافها وتاخذ خطواتها، لا نحاول انه كلنا نكون اوصياء على الاداره الجايه وهي لسه ما جات. الان في كلام على الاداره يجب انه سياره يرحل، سياره يجب ان سياره خط احمر، طلعت اسماء انه قائمه انه في 10 لاعبين يجب ان ان ان, أن يغادروا، وطلعت اسماء انه تعاقدوا مع فلان ومع فلان ومع فلان. احنا ما عرفنا من الاداره القادمه الا رئيسه، لا نعرف اهدافه الرئيس حمد الصنيع، لا نعرف اهدافه، يمكن ما يقبل حمد الصنيع، يمكن يبغى يشكل ادارته هو لحاله. حتى هذه واحده من الوصايه، حتى هذه نوع من الوصايه، صحيح، حتى هذه نوع من الوصايه، خليه يجي يختار ادارته، يختار اعضائه، يحدد اهدافه وياخذ خطواته وندعمه كلنا. لكن انا اكون وصي اذا ما اخذ بكلامي هذا فاشل، هذا كذا، فواز نفس الكلام، هذا اعتقد انه ما هو صحيح، وهذا من 2010 هو السبب في الانهيار المتتالي الى ان وصل الفريق انه مع الاسف في أسوأ مركز يحصل عليه، عرفته انا من خلال السنوات الاخيره، اخر مركز كان المركز السادس اعتقد كان في 2011. ممتاز. وبالتالي يعني انا يعني من خلال متابعه، الاتحاد بحاجه الى ان يتخلص من الوصايه من كل الاتحادين، وبحاجه الى من الاتحادين ان يدعموا الاداره القادمه دعم حقيقي بتركها تحدد اهدافها وتاخذ خطواتها. اوكي، ممتاز. اشكرك انك اعطيتني الوقت. يا سلام، اشكرك انت على هذا الكلام.